أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرجاء المعمورة أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عشنا في الحلقة السابقة نتحدث عن مكانة المرأة العربية عند العرب حتى قبل الإسلام، ورأينا كيف بجل واحترم الرجل العربي المرأة العربية زوجة أو أما أو بنتا أو أيا كانت، فكان الاحترام والتقدير وتقدير الأنوثة واحترامها، تقدير المرأة واحترامها كان موجود قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فصقل هذا من قبيل الحقوق والواجبات. وهذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من يعني افتقدها، ولا يدرك النعمة إلا من يعني لم يغمس فيها، وإنما يحاول أن يعني يحوز أي قدر منها. وكلمة عمر بن الخطاب تكتب بماء الذهب، لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن الجاهلية أيا كانت كما قلنا من قبل ليست فترة زمنية محددة كما درس لأبنائنا في المدارس، إنما الجاهلية هي حالة تنتاب الإنسانية أيا كانت في أي وقت في أي تاريخ في أي زمن، إذا ابتعدت عن منهج الخالق ونبذت شرائع السماوات، وعندئذ يعني اخترع الإنسان لنفسه قانونا أرضيا مرتبطا بالإهاب الترابي، يعني منفصلا عن الإهاب النوراني التي هي قبضة من روح الله عز وجل، صيرت هذا الإنسان سيدا لهذا الكون، عبدا لله فقط ليس عبدا لأحد أبدا. نعمة الإسلام على المرأة وعلى المجتمع الإسلامي هذه لا تستبين ولا تتضح إلا إذا يعني أظهرنا الجانب، لا نقول المظلم، ولكن نظهر الجانب الآخر الذي لم يهتدي أحيانا كثيرة أو أحيانا قليلة بمنهج السماء. فعندئذ ماذا كان الحصاد؟ هل هو حصاد الهشيم؟ هل هو يعني طحن الهواء او يعني خبط عشواء في هذه الدنيا على غير منهج؟ حقيقة الامر المرأة بين الافراط والتفريط، ما بين الشرع السماوي الذي نزل للمسلمة لكي يوضح لها الطريق ويسهل لها الطريق ويذلل لها العقبات، ام القوانين الانسانية او البشرية التي يدعي اصحابها انهم يريدون اسعاد البشر او اظهار اطار وميدان السعادة في للناس نتيجة هذه البهرجة التي نراها. احبتي في الله، يعني كم انا سعيد في هذه الحلقة لانها سوف تكون ان شاء الله متميزة، ليس لوجودي ولكن وامل ان يكون وجودي يعني يثير او يضع ابتسامة على شفاهكم وفي قلوبكم، لكن حقيقة الامر يعني اشرف اليوم ان اصطحب معي في الحلقة يعني رصيد من ارصدتنا الثقافية الكبيرة، ومفكر من المفكرين الذين يعني شخصيا انا انسوا الى لغته، انسوا الى الفاظه، انسوا الى افكاره، يعني يدخل الكلام الذي يقوله مركزا يخرج صحيح من فمه ولكن يدخل بدون مقدمات الى قلب المشاهد والمستمع. يعني حقيقة الامر المرأة الغربية كيف تعيش؟ ما الذي يعني اوصلها الى هذا الحال؟ هل هي احوالها متردية ام احوالها كما نراها على الشاشة تبهرج او تبهر بعضا من بناتنا المتغربات او المستغربات؟ يعني يشرفني اليوم بعد ان شوقتكم اخي والحبيب وصديقي الاستاذ الدكتور العربي كشاط، وهو معي الان في الاستوديو لنقدم هذه الحلقة سويا، وهذا شرف كبير لي، وامل ان كما انا سعيد ان تستشري السعادة اليكم ان شاء الله. ما
مرحبا، اهلا وسهلا بالاستاذ الدكتور العربي كالشعب. مرحبا دكتور عمار، وشكرا على كرم الدعوه. الله يرضى عنكم. وانه لشرف كبير ان نعيش معا هاته اللحظات التي نحاول ان شاء الله من خلالها وبفضل توجيهك ان نضيء شمعة تبدد الظلام الذي جعل الإنسان ابن الحضارة المهيمنة، جعله أجزاء متفرقة لا يعرف بعضها بعضا. جميل دكتور عربي. دكتور عربي، نحن أنا تكلمت في حلقة الأسبوع الماضي أم تصنع أمة، وهذا شرف أن يكون في يعني إطار هذا البرنامج هذه الحلقة، ونود يعني أن يعني تأذن لنا أن نتابع حلقة أخرى أو حلقتين إن شاء الله أخريان إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لتتمة هذا الموضوع، وهو لا أقول مقارنة، ولكن نحن نريد أن نضع أمام أعيننا صورة المرأة عندما ترتسم أو يعني تتزن مع وتتوازن مع قوانين السماء، وامرأة أخرى لا نصيب لها من هذا الاتزان، وإنما هيأ لها عقلها وعقل من يفكر لها أن هذه السعادة أن تلبس كذا أو تتبهرج بالطريقة الفلانية، وفرغوا المرأة من محتواها الأساسي وأهانوا أنوثتها وهم يبهرجون لها أنهم يريدون إظهارها، وتحدثوا عن حرية المرأة وهم كانوا يتكلمون عن حرية الوصول إلى المرأة، ولكن يعني يعني الحياء قد يكون ولا، فلذلك توضع الكلمات في غير موضع والمفاهيم في غير موضعها. نحن نريد أن نقول الإسلام كرم المرأة، ونحن كعرب ومسلمين لم يكن عندنا مشكلة للمرأة، لا ننكر أن الغرب كان عنده مشكلة للمرأة، لكن نحن ما كان عندنا. يعني قضية لما بدأت المرأة تعمل في الغرب وأنت يعني أستاذنا في هذا الأمر وفي فهم المسألة، كانت تأخذ نصف أجر الرجل، فبدأ يطالب يصنعوا لها قضية، بدأ يطالبوا ان لابد من مساواة المرأة بالرجل، لانها كانت تعمل نفس عدد الساعات نفس العمل ولكن تاخذ نصف الاجر. فبعد ما حصلوا لها على هذا الامر بدأوا يطالبوا بان تتساوى معه في التعليم، بعد ما حصل هذا لابد ان تشارك في المجالس النيابية، ثم بعد ذلك ربما يصل الامر بعد ذلك ان يطالب الرجل ببعض من الحقوق التي يريد ان يلحق بالمرأة. هذا يعني هذا المنحنى النكد ببشرية الإنسان وهويته، وأن الله سبحانه وتعالى قال يعني ليس الذكر كالأنثى، يعني ده شيء ده مخلوق لمهمات معينة وده مخلوق لمهمات معينة. ما الذي أوصل يعني أو أعطينا دكتور عربي يعني رسما يعني يجوز هذا التعبير يعني يعني او يعني كده اعطينا صوره لوضع المرأة الغربية. نحن ربما نرى اشياء على الشاشات او في وسائل الاعلام او عندما نزور الغرب ونسير في شوارع، نحن نرى صورة ظاهرية، وانت دكتور عربي تعيش معهم عقودا من الزمن، يعني كيف تنقل لنا هذه الصورة اسلوبك الشيق الذي يعني نرى به الأصوات ونسمع الألوان كما يقولون. شكرا دكتور عمر. نعم. أنت الآن رسمت لنا لوحة نفسية واجتماعية لوضع المرأة التي تعيش في فلك الحضارة المهيمنة. نعم. والواقع لا يستطيع الإنسان أن يفهم الأوضاع الاجتماعية إلا إذا استحضر التصورات التي صاغتها. جميل. كنت أستمع إليك في تصويرك للواقع الاجتماعي للمرأة، واستماعي هذا جعلني أتذكر هذه الحقيقة، إن الله عز وجل خلق الملائكة عقلا بلا شهوة. نعم. وخلق الحيوانات شهوة بلا عقل. نعم. وخلق الإنسان عقلا وشهوة. جميل. فمن غلب عقله
شهوته ارتقى إلى درجات الملائكة وربما أفضل وربما أفضل. نعم. ومن غلبت شهوته عقله تدنى إلى درك أدنى من درك الحيوان. وهذا يجرنا إلى طرح هذا السؤال المهم: إذا أردنا أن نقوم مسيرة مجتمع من المجتمعات وجب علينا أن نعرف المرحلة الزمنية التي يوجد فيها. جميل. والسؤال: هل نحن الآن في دورة حضارية أم لا؟ الله أكبر. نعم. بهذا المنطق. هذا المنطق. هل نحن في دورة حضارية؟ حضارية أم خارج الحضارة؟ الله أكبر. وخارج الحضارة طرفان: ما قبل الحضارة وما بعد الحضارة. الدارسون والمطلعون على خفايا الأمور يجمعون على أننا الآن نجتاز مرحلة ما بعد الحضارة. فعلا هذا فيه دراسات. دكتور عربي، هذا يعني قد يخطر ببال أحد المشاهدين أو المشاهدات أن يعني الناس ترقت إلى مستوى ما هو أفضل من الحضارة. لا. ترقت إلى مستوى التقدم المادي. التقدم. هناك فرق بين أن يتقدموا ماديا. أيوة. يعني الآن هم في آخر أشواط ما يسميه ابن خلدون العمران الحضري. نعم. عمران حضري لا ننكر، لكن حضارة لا. حضارة لا. نعم. الحضارة ما هي؟ نعم. أولا يقول الله عز وجل في شأن سيدنا آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. ما معنى علمه الأسماء كلها؟ أي أعطاه القدرة على استلهام المفاهيم السماوية وعلى استخدام الوسائل المتاحة له والتي يبدعها من أجل أداء وظيفة معينة ومهمة محددة لاستخلاف. جميل. جميل. فإذا ما حقق الإنسان المزج السليم بين وحي السماء وسيرورة العمران كان متحضرا. هذه الحضارة. هذه الحضارة. نعم. الحضارة. نعم. في السيرورة الحضارية ينبغي للإنسان أن يكون كربان السفينة، لا يكفي أن ينطلق فقط، إنما يراقب المطبات. تمام. حتى لا يغرق أو حتى لا تصطدم سفينته بموجة عادية. نعم، بموجة عاتية. وهذا ما يعبر عنه القرآن في صيغة الأمر التذكر: اذكروا. سبحان الله. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم تذكيركم وشرفكم. إذا ما تذكرنا تدحرجنا في هوية النسيان، وإذا ما علمنا أن شرفنا مستمد من وحي السماء نزلنا إلى الحضيض. الآن الصورة التي عرضتها بشكل دقيق وجميل عن واقع المرأة في أوروبا سنرى من خلال بعض الإحصائيات ومن خلال بعض الدراسات الغربية نفسها أننا في ما بعد الحضارة. بالعكس، ذهب أحد المفكرين الغربيين الكبار وقد توفي منذ أقل من سنة إلى أن ما يسمى بالواقع، دائما الناس يقولون يا أخي كن واقعيا، قال عشنا فترة محددة على أوهام الواقع الذي صنعناه. لا يعني احنا صنعه البشر. قال فاكتشفنا بعد تعب وتعب وتعب أن هذا الواقع الذي صنعناه لم يكن واقعيا، إنما كان افتراضيا. هو الله. قالوا الواقع الافتراضي الذي صنعناه لنفوسنا استنفذ أغراضه. النتيجة قال ما بقي لنا شيء. إما يعني الدمار والبداية من جديد على أسس جديدة، وإما يعني يفقد الإنسان ما بقي من شعور الإنسانية فيه. لا حول ولا قوة. هذه ما بعد الحضارة، هذا هو. هل وصل الإنسان الغربي دكتور عربي، وبالتالي المرأة الغربية لأن هي الأم وهي الزوجة وهي يعني بهذا القدر، يعني هل وصل فعلا إلى أنه يعني لا نقول فقد إنسان،
افتقد إنسانيته. افتقد لا لا شك نعم. هو افتقد إنسانيته. نعم. افتقد إنسانيته لأن الحضارة الحالية قامت على أنقاض بعض التصورات التي امتهنت الإنسان وأهانته. لا حول ولا قوة. فردة الفعل العنيفة تركت في النفوس قروحا وفي الأفكار جروحا. فالآن تنفر من كل ما يذكرها بذلك العهد الذي كان يرى في جسد الإنسان معرة. سبحان الله. الآن مثلا إذا ذهبنا إلى الذي يعيش في أوروبا ولا يعيش على السطح، لا يعيش في الداخل، في الداخل وفي الأعماق، يكتشف مثلا كيف تقلصت إنسانية الإنسان إلى بعده الجثماني فقط. لا حول ولا قوة. حتى في المتاحف، المتاحف لما؟ المتاحف لا ترى إلا أشكالا ولا ترى إلا بعض الأجزاء من الجسم مبالغ في تضخيمها. لكن ليست هناك أبعاد ولا بعد ثالث ولا رابع ولا نعم. ليس هناك بعدا شاقوليا. بعد أفقي وتسطيحي. يعني تدخل شوف حتى في الساحات العمومية تماثيل. نعم. تماثيل عارية. نعم. هل العري ظهور جمال أم كشف عورة؟ كشف عورة. العري كشف عورة وليس جمالا. لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد. الله يمتن على الخلق. يمتن على الخلق بمنة اللباس. نعم. يا بني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذه الوظيفة الأولى للباس. وريشا تجملا وجمالا. ولباس التقوى. إذن هذه الأبعاد الثلاث. وهذا البعد الثالث هو الذي يتحكم في البعدين الآخرين. يعني في في قيمة إنسانية أو إظهار قيمة الإنسان. أي نعم، لأن اللباس سلوك. تمام. ومن وكما قال النقاد الإنسان هو الأسلوب. تمام. اللباس أسلوب حياة. وذلك الإنسان البدائي كان عاريا. كان عاريا. وحتى في كتب الثقافة الغربية يقولون عندما تطور الإنسان اكتشف اللباس. طيب إذن إذن الآن أصبح في 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 تيار معاكس للتطور لأنه تخلى عن اللباس. نعم نعم. تخلى عن اللباس. نعم نعم. فإذا نحن الآن في مرحلة ما بعد الحضارة. ما بعد الحضارة. ما ميزة مرحلة ما بعد الحضارة؟ هل لها ميزة؟ لها ميزة. طيب. لا لها ميزة سلبية. طيب. ما خاصيتها؟ على تعبير القرآن بشر المنافقين. بشر المنافقين. نعم. إنك ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أحسنتم، هذا من ذوقكم الأدبي. الله يرضى عنكم يا رب. فأنها تحرم نفسها من توجيه النظر إلى ما يتجاوز السطح المادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتنتهي إلى سجن النظر في ما تحت الأرجل فقط. إذا ما وجه الإنسان نظره إلى السماء دل ذلك على أنه يستوحي السماء. قال تعالى وفي السماء رزقكم. لقد ذكر المفسرون القدامى رضي الله عنهم دلائل الرزق، نزول المطر. نعم هذا جزء، لكن الرزق المعنوي أهم من الأمطار التي تنبت النبات لتغذية الأبدان. إذن هذه الحضارة حرمت نفسها من استرزاق السماء. وكعملية والفطرة لا تطيق ذلك، وكعملية تعويضية تركزت الأنظار على استملاك الأشياء. أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض. نعم. فأصبح راغبا في الاستملاك. لا حول ولا قوة. لا 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 في الاستلهام. مضت قرون كما قال ديكارت صار الإنسان سيدا ومالكا للطبيعة. نعم. بعدما صار سيدا ومالكا للطبيعة حدث له نوع من الإشباع. طبعا. فرغ من استملاك نفسه إلى إهانة شخصه. الكينونة الإنسانية. الكينونة الإنسان الإنسانية أهينت فأصبحت شيئا من الأشياء ومتاعا من الأمتعة. ومتاعا من الأمتعة. فيه يعني كثير من الغربيين درسوا هذا الجانب.
كيف تقلصت. ذكرتم في المقدمة الجميلة التي طلعت عليها المودة والرحمة، هي الخيط الرابط بين شقي الإنسانية، الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. هذا في الحضارة الشيئية انتهى. الآن مثلا كيف نعرف؟ عندنا ميزان مثل ميزان يقيس درجة الحرارة، جميل، انخفاض ارتفاع. عندنا أمران، عندنا الإحصائيات، جميل. ونحن ديننا يعلمنا أن لا نبخس الناس أشياءهم. لابد. هناك ثقافة تسمح لنفسها بأن تتكلم بدلنا. نحن لا نسمح لها. نحن نقول للإنسان في الذي ينتمي إلى حضارة من الحضارات، والله نريد أن تساعدنا في فهم مجريات حياتك. مثلا خذ الإحصائيات. وهذه إحصائيات من باب وشهد شاهد من أهلها. وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل ربع دقيقة تحدث حادثة عنف منزلي للمرأة، ضد المرأة. وتضيف هذه الإحصائيات 3/4 الضحايا نساء. ثلاثة أرباع الضحايا النساء، اللي هو الجانب الضعيف. اتقوا الله في المقابل، اتقوا الله في الضعيفين. نعم، لكن هذه الحضارة من ميزتها أيضا أنها لا تعرف إلا منطق القوة. لا حول ولا قوة إلا منطق القوة. نعم. فالإنسان عندما شعر بالفراغ الروحي حاول أن يثبت ويؤكد ذاته من خلال عنجهيته. لا حول ولا قوة. هذا وهذا ما يفسر، يعني لذلك المؤرخون للحضارة المعاصرة يربطون بين ميلاد الرأسمالية وظاهرة الاستعمار والسيطرة على خيرات الشعوب واسترقاق الآخرين. فالمرأة تعتبر من هذا الجنس الضعيف الذي يمتهن. تغيرت طريقة الامتهان الآن. صار فيه نوع من اللباقة. وصار فيه يعني الاختيار ونتائج هذه الشقشقة. يعني نرى آثارها في العيادات النفسية. العيادات النفسية وعيادات الشعوذة في باريس أكثر من عيادات الطب العام والطب الاختصاصي داخل باريس، عاصمة الثقافة. نعم، يعني الذين يقرؤون الفناجيل. نعم. ويخبرون الناس الغيب، يعني أعدادهم حسب إحصائيات رسمية تتجاوز عيادات الأطباء العاديين، الطب العام والطب الخاص. الطفل لطيف هذا. لا لا لا. هل دكتور عربي، يعني إنسان الغرب ينزع إلى الغيب أم أنه يبحث في المجهول عن شيء، أو أنه فقد الطريق أو تاه؟ يعني هذا دكتور عمر سؤال من أهم الأسئلة. في البداية عند التغول الصناعي والتكنولوجي ملأت الكشوفات العلمية بعض الفراغات في النفس الغربية. بعد مدة اكتشف الإنسان الغربي أن هناك فراغات كثيرة لا يملأها لا العلم ولا الفن، ولا إنما تملأها هذه الفراغات عبارة عن ظمأ الروح. لا إله إلا الله. عن ظمأ الروح. الأرواح الظامئة إلى الهداية. وأخطأ بل كذب من قال جئت ولا أدري من أين جئت. أولا لو لم يكن هذا هاجسا من هواجز الفطرة البشرية لما ألقى هذا السؤال على نفسه. كل إنسان يتساءل إن بلسان الحال وإن بلسان المقال عن مصدر مجيئه وعن مهمته في الحياة وعن مصيره. الشعور بالجوعة إلى الغيب هو الذي جعله إلى قراءة الفنجان وجعله أيضا يتجاوز الحدود في العلاقة بين الجنسين. هذا الآن مثلا أخيرا منذ شهر أظن صدرت دراسة في باريس ونشرتها كبريات الجرائد، تقول إننا
إن بإمكان العلم أن يصنع روبو، يعني إنسان آلي، لتستغني به المرأة عن زوج في المستقبل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رأينا تكملة الصورة المشوهة. هذا هو. نعم. طب دكتور عربي، ويعني معذرة للقطع عن الأخ المخرج يشير إلى معنانا، لا يعني هذه السلسلة النورانية من الكلام، أنا يعني بصراحة يعني منصت إنصاتا جدا، وأرجو أن المشاهدين أكيد يعني في نفس الحالة النفسية السعيدة عندما يستمعون إلى هذه الدرر، ولكن نكملها إن شاء الله بعد الفاصل. فأذن لنا لتلتقط أنفاسك ثم نعود إلى المعذبين في الغرب كي نرى كيف نصل بهم الى بر السلامة. احبتي في الله، كونوا معي بعد الفاصل ونحن نواصل الاستماع الى هذه الدرر الغالية وهذا الفكر السديد القويم من الدكتور عربي كشات، ونحن نتحدث عن ما بين افراط وتفريط، او ما بين المرأة عندما تلتزم والانسان عندما يلتزم بتعاليم السماء، والانسان الذي بتر وقطع علاقته بخالقه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. كونوا معنا بعد الفاصل، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نقارن ما بين نعم الله سبحانه وتعالى المتتالية والمتوالية على المسلم والمسلمة في مجتمعنا الاسلامي، والصورة الاخرى عندما يقطع الانسان صلته بخالقه، ويعني يخترع من ذاته قوانين او نظم يظن انها سوف تسعده، ففي النهاية لابد ان تشقيه. وعن هذا الشقاء وكيف يكون، ما زلنا نتواصل مع ضيفنا الكريم، ولا اقول ضيف يعني ان شاء الله، انما انا ضيف وهو المضيف بارك الله فيه دكتور عربي كشاط. دكتور عربي مرحبا بك مرة اخرى، ويعني ما زلنا نواصل عن هذه يعني انسان العصر وهو يعيش مرحلة ما بعد الحضارة، وللأسف كل هذا ضد الضعيف، والضعيف غالبا هذه المرأة، هذا الكائن الذي كرمه الدين ايما تكريم، ولكن ماذا صنعت به ما يقال عنها انها حضارة؟ احسنتم دكتور عمر، بالعكس تذكرت الان ان المهتمين بالشأن الانساني من علماء الغرب ومفكريه يؤكدون اننا الان لسنا فقط في مرحلة ما بعد الحضارة، بل ما بعد الانسان. نعم، هذا دراسات موثقة، وأساتذة جامعون مختصون في علم النفس، في الأنثروبولوجيا، في الاجتماع، في الفلسفة، يقولون الآن نحن في عهد ما بعد الإنسان. لما ما بعد الإنسان؟ لأن الإنسان كما فطره الله مسخ، ووضع مكانه إنسان على موافقا لأهواء البشر، للتصورات البشرية، التصورات البشرية، أو الإنسان مات، مات الإنسان فعلا كما قال. نعم، مات الإنسان. هذا آخر كلمة قالها أحد الفلاسفة الكبار في كلية باريس، ميشيل فوكو، مات الإنسان. يعني نعم، نعى الإنسان. فإذا موت الإنسان، لكن الفطرة البشرية ولله الحمد يعني تفسد، تنحرف، تتعب، لكنها تعبت من اللهاث وراء لا شيء. لذلك الآن نلاحظ أيضا خلو المؤسسة الدينية من أتباعها الرسمية، فراغ. بالمقابل يعني ظهرت أشكال وألوان من التدين. التدين يقولون نحن نريد دينا لا واجبات فيه، ونريد إلها لا يلزمنا بشيء، نريد سكينة. وهذا ما يفسر، لاحظ الدارسون مثلا في أوروبا الغربية، من ناحية التاريخ ومن ناحية الجغرافية الإسلام أقرب إليهم، ومع ذلك فإن البوذية تتسلل. لما؟ لأن البوذية لا تكلف الإنسان شيئا ما عدا الارتخاء، ليحصل على نوع من الهدوء. وأخيرا في ألمانيا يعني بعض المؤسسات، مؤسسات الحكومة صارت
تسمح بالقيلولة. نعم. أنشأت فضاءات للراحة والاسترخاء للقيلولة حتى تخفيفا من الضغوط من الضغوط على الإنسان. فالإنسان كأنه يعيش في كوكب لم يخلق للعيش فيه. ألطف يا لطيف. هذا لا 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 لا. لأنه خرب كوكبه. خرب كوكبه. يعني بعد أن خرب إنسانيته قام بتخريب كوكبه الذي يعيش عليه. يعني زي ما نعلم الآن فيه حملة عالمية لوقف التلوث. مثلا. ونحن مع هذا. طبعا. يعني لكن مع الأسف هذه الحملة ضد التلوث ليست مصحوبة بحملة ضد التلوث الفكري. وضد التلوث الخلقي. وضد التلوث العلائقي، علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الآباء بالأبناء. فهذه المشكلة. إذن ولعل رحمة الله تبارك وتعالى تتدارك الخلق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. بدأ الإنسان يذيق بعض الذي عمل. طبعا. ومن رحمة الله أن هذه الإذاقة لعلها تكون سببا في رجوع العقلاء. في عودة. فهذه والمرأة مثلا يعني إحصائيات كثيرة هنا رهيبة. أعداد هائلة ازدياد العنف. والعنف ازدياد الاعتداء اليافعين على الأطفال. الاختطاف. إهمال العجزة. يعني مجتمع تفككت عراه. رغبة العربي ما نرى من قشرة خارجية يبهر بها المخدوعون هؤلاء ويقولون انظروا إلى الغرب كيف يعيش. الغرب نكرر لا شك أنه وصل إلى أبعد مدى في تطور الوسائل. لكن إينشتاين نفسه قال الغرب وفرة وسائل وفراغ رهيب من الأهداف. هذا إينشتاين يعني أكبر عقلية في هذا في وقته. قال إن الغرب وفرت أشياء وفرت وسائل ولكن لا هدف له، وهذا هو سبب الحيرة. نعم. وزيادة العربي معذرة ما كن أنا في استضفتنا بارك الله فيك ونحن نسير في الشانزليزيه سويا والناس جيئة وذهابا وكأنهم يسيرون إلى لا هدف. نعم حقيقة. نعم صحيح. يعني كلهم يجهل أمره. صحيح. وكأن صحيح. يعني هو رايح فيه. نعم صحيح. صور تتحرك فعلا يعني وكل واحد جزيرة منعزلة. صحيح. لا يصافح أحدا. لا. لا. يعني شوف يعني كلما نلتقي بمسلم أو عربي أو يعني سبحان الله الحنو والعاطفة المتبادلة بين الناس. هذه يفتقدون بكم يشتريها هذا. صحيح يفتقدون. أنا أعرف عندي كثير من الأصدقاء فرنسيين والحمد لله يعني صلة ثقافية وفكرية ولعل إن شاء الله ثمارها. يقولون لي أنت منبع خير دكتور عربي في نسأل الله أن يجعلنا. يقولون لي من الممكن أن يقول أبناء جلدتنا فيكم ما يقولون لكننا لا نجد الدفء إلا في معاشرتكم. سبحان الله. ولا نجد الحنان إلا بجواركم. هذا ظاهر. هذا بين. نعم. نعم. والبساطة الود. نعم. يعني يلقى المسلم أخاه مثلا المسلم من على شاطئ المحيط الأطلسي. نعم. نعم. يلقى مسلما على شاطئ المحيط الهادي. نعم. نعم. كأنهما ولدا في حارة واحدة. هذا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم. فأيضا من الشعور بالفراغ هذا التسابق إلى التطور إلى تطوير التكنولوجيا، التسابق إلى غزو الكواكب الجديدة. في الأسبوع الماضي قالوا اكتشفت كواكب جديدة وستتغير نظرتنا إلى المجموعة الشمسية. هذا آخر الأخبار. ما هي الدوافع لتطوير التكنولوجيا؟ لا شك فيه دوافع يعني البحث عن العلم وعن الحقيقة. فيه وخاصة الجانب المادي الاستفادة. وفيه أيضا جانب قليل من الغربيين انتبهوا له ولاحظوه، هو ملء الفراغ. اكتشاف إذا الإنسان أدرك أنه كائن محدود ولا يجد ما يغذيه في المحدود، فهو يتطلع إلى اللامحدود.
ولذلك في العربي ما الانسان يرى كل هذا هذه الفراغات الهائله او الضياع الانساني هذا. يعني نذكر مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. الله أرحنا بها. إذن هذا لا ده ليس ملأ للفراغ، وإنما هو وضع الأمر في نصابه وارتقاء بإنسانية الإنسان عندما يعود إلى خالقه. أرحنا بها يا بلال. يعني هذا الملمس لو أدركه إخواننا في الغرب والله لاستراح وأراح. والله الآن إخواننا في الغرب في ما فيه تعبير أبلغ من تعبير القرآن الكريم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك لا يعني قلة الوفرة، لا الضنك الفكري والروحي، الفكري والذهني والروحي والنفسي. شوف الآن ما تسمى بأمراض الحضارة كارثة، طبعا كارثة. الآن فيه قوانين تسن من أجل إرغام الناس على التقليل من تناول الحبوب، لأن وهذا ليس من باب الإنسانية، إنما كلف الخزينة، خزينة الضمان الاجتماعي، ما كلفها و يعني نظرة مادية بحتة، ما لا علاقة للإنسان بحتة. يعني يقولون عندنا نقص كبير في الميزانية، يجب أن تقللوا من استهلاك الأدوية. هذا فيه أنا أرصد منذ سنوات، لكن لم أحضر معي، إنما سأذكر بعض رؤوس الأقلام التي يمكن أن تساعدنا في فهم هذه الإحصائيات التي تفضلت بتسليمها إلي، مشكورا. بارك الله فيك. الأدبيات الحديثة عناوينها مرعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأدبيات الحديثة الأوروبية الغربية، الأمريكية والأوروبية الغربية، نعم. المحور الذي تدور عليه هذه الأدبيات هو الرعاية اللا أمومية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فيه رعاية لكن الأم غائبة. الأم. أعجبني العنوان الذي وفقت إلى اختياره في هذه الحصة: أم تصنع أمة. وهناك علاقة من الناحية اللغوية بين الأم والأمة. الأم من يأتم، الأطفال يأتمون بها. يأتم، نعم. نعم. الأم تحدد القصد. فإذا فقد الإنسان وخاصة في عهد الطفولة من يوجهه، من يرعاه، فيفقد الاهتمام، يعني لا شيء يهديه. لا يدري لماذا جاء. لا يدري لماذا جاء. هكذا قال قائل. لا يدري لماذا جاء. نعم نعم. فتحت هذا العنوان العناوين الضخمة كتب تصدر، ومن أمثلة عناوين هذه الكتب: وحيدا في المنزل، ويقصد الطفل. وحيدا. وحيد، غابت الأم فأصبح الطفل وحيدا في، هذا عنوان دراسات ضخمة، وحيدا في المنزل. لا إله إلا الله. والوحيد هنا في المنزل الطفل. هذه في سنة 2004. عنوان آخر: غربة الأطفال في المنازل الأمريكية والأوروبية. الطفل غريب، المفروض غريب يكون في الخارج. لا، غرب الغربة في المنازل، في منزله. ومن هذا لو خرج إلى الشارع، خرج إلى الشارع هو يبقى ضايع فعلا. إذا كان غريبا في بيته، فما بالك بأن يكون خارج بيته. وهذا يذكرنا بالمدلول النفسي للمنزل عندنا. نعم. لما اللغة العربية تطلق على المنزل السكن، سكن. مصدر السكينة، ومصدر السكون، ومصدر الراحة. تمام. مثل الليل يسكن فيه الإنسان. نعم. البيت يسكن فيه الإنسان من ضجيج الشوارع. تمام. والحارات. تمام. وما إلى ذلك. تمام. عنوان آخر: كارثة خروج الأبوين للعمل. سبحان الله. طيب والله يا دكتور عربي، هذا أيضا توجيه، يعني مش غير مباشر، هذا توجيه مباشر للذين يبهرجون لنسائنا. نعم. قضية العمل والعمل العمل، ما طالما في ضرورة. نعم. ما في ضرورة. نعم. زي ما تفضلتم في حلقة من حلقاتكم. أيوة. موسى ولا ما خطبكما، ما خطب للبنتين، هناك داعي. نعم. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يا أخي، عندما ندخل
في أوروبا أو في أمريكا وأنت تجولت وعشت في أوروبا، ندخل في نهاية اليوم في المترو، لا ترى أمامك إنسانا، لا رجل ولا امرأة، ترى هياكل عظمية، بقية إنسان، ترى إنسان يعني لا ينتظر إلا وصوله إلى البيت ليرتمي على أرضية البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، مات، فرغ من إنسانيته. وهنا يعني يصبح الإنسان كتلة من المشاكل والأتعاب و ماكينة. عنوان آخر، انفصال الأسرة عن الطفل. لا حول ولا قوة، الأسرة مش الطفل ينفصل. نعم، الأسرة تنفصل، اللي من الواجب مسؤولة برعاية الطفل. نعم، يعني عنوان آخر، حروب الأمهات. حروب، حروب الأمهات في في حرب، في ميدان حرب، هي الساعة 6 صباحا. نعم، تركض نحو المترو. نعم، وتروح. لا إله إلا الله. عنوان آخر، إناث بالغات في منازل مقفرات من الآباء والأمهات. لا حول ولا قوة، إناث بالغات في منازل مقفرات من الآباء والأمهات. عنوان آخر، نزوح الراشدين من البيت، آباء وأمهات نزحوا، نزوح، نزوح. كأنهم مهاجر، كأنهم من المهاجرين. نعم، هجروا أنفسهم، هجروا أنفسهم. نعم. نوع عنوان آخر، عوامل كآبة الشباب الأمريكي والأوروبي. عوامل الكآبة. نعم. عنوان آخر، مشكلات ذهنية وسلوكية. لا إله إلا الله. عنوان آخر، أمراض جنسانوية، تاع الجنس هذا، والعياذ بالله. يا سيدي، في عام 1975 مجموعة من الأساتذة الباحثين في الولايات المتحدة قاموا بدراسة، وكانت النتيجة انخفاض مؤشرات صحة وسلوك الشباب الأمريكي. فوكوياما نحن عرفناه من خلال كتابه الذي أثار ضجة، مثل صراع الحضارات للآخر هنتينتونغ. فوكوياما معروف يميني طبعا، كتب كتاب عنوانه التمزق الكبير، وروبير دي بنتام يساري كتب كتاب عنوانه يلعب الكرة وحده. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الكرة المفروض اثنين، اثنين على الأقل. نعم، حتى يلعب الكرة صار حتى يلعب الكرة واحد، يعني التمزق الاجتماعي يلعب. يعني لماذا أنا جئت بهذين؟ حتى لا يقال هذا يميني وهذا يساري، بالضبط، يعني متباينين تماما. ما هي النتيجة التي وصل إليها كل من اليمين واليسار؟ أيوة، ضعف الترابط الاجتماعي في الأسرة الأمريكية. لا لا، اثنين، إقفار البيوت والحارات من حضور المرأة. هذا النتيجة، حضور المرأة من الخارج، حضور المرأة غائبة، وحتى في الحارة غير موجودة، إما موجودة في ميدان العمل أو موجودة في الشوارع أو موجودة في تبتعد، بعيد عن مسؤوليتها الأساسية. نعم، لأن الضجيج والتوترات التي التي تهزها طول اليوم، لا تريد أن تخرج من الدائرة، تعود في في حالات هستيرية. يعني معذرة دكتور عربي، لو أن سيدنا موسى كان على قيد الحياة ورأى امرأة في بيتها، كان ممكن يقول لها ما خطبك، ما خطبك، صحيح، اللي قاعدك في البيت، ما خطبك، فانقلب. نعم نعم نعم، الله يرضى عليك. نعم نعم نعم. ولذلك أذكر دكتور عربي أن جون كينيدي الرئيس الأمريكي الذي قتل في 62 كان له خطاب مشهور في بداية توليه، كان يقول ان كل 7 من الشباب الامريكان منهم 6 لا يصلحوا للجندية. نعم، معروف عن هذا، وسرعوا وسرعوا. نعم، ما ينفع. نعم، يعني انظر الى النسبة، ده في الستينات الان، في الستينات انا في بداية الستينات كان لسه في بقية من اثارة من صحيح. من قيم. نعم، في ذلك الوقت يعني ما زال. نعم صحيح. نعم صحيح. يعني اذا دكتور عربي، انا اريد ان اركز معك على ان الان الحمد لله رب العالمين كثير من شبابنا وبناتنا يشاهدنا مثل هذه البرامج ان شاء الله، التي ارجو ان تكون مفيدة لهم باذن الله. يعني اذا قضية يعني اخراج المرأة من مملكتها، نعم، اذا جاز التعبير، والزج بها في يعني ما لا يحمد عقباه، النتيجة يعني تحطيم للمرأة
وتهديم للمجتمع بلا شك، لان المرأة نصف المجتمع. نعم نعم. وهي التي توجه وترعى النصف الاخر. تمام. هذا يعني نابليون كان يقول ان المرأة التي تهدهد طفلها بيمينها تهز العالم بشمالها. طبعا طبعا هذا لا لا لا. وصدق من قال وراء كل عظيم امرأة. بلا شك. وشوف حتى عندنا اذا كان المسلم يعيش يؤدي واجباته ويعود إلى البيت فيجد السكينة. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد بعد التجربة الأولى للوحي إلى أمنا خديجة عليها الرضوان، كيف أو أول ما قالت له نعم والله لا يخزيك الله أبدا، الله أكبر، لا تعطيه شحنة إيجابية. نعم. تعطيه شحنة إنك وركزت على جوان. والله مع ذلك دكتور عربي أحيانا يخطر ببالي لو امرأة عصرية كان ينقطع عنها زوجها شهرا في السنة يعني يتعبد في الجبل، ربما تقول له والله يعني انت يعني واحد عايش مع العفاريت شهر ما انت عايزيه يعني ما لازم ينزل، لكن شوف المرأة وهي لم يوحى اليها وهي ذات نبية، ولكن ثقة او هذا العقل الكبير الذي يتلقى، لان المرأة لها يعني شاشة تلتقط عليها الأخبار أنقى من أي شاشة. نعم. من أنقى الشاشات، حتى يقال أنها كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب. نعم. فلكن يبدو أن احنا بنستهين بما عندها من هذه الشاشات. نعم. فيعني حقيقة الأمر نحن نريد أن نركز العربي، وهذا كلام لبناتنا في البيوت والمقبلات على الزواج والمتزوجة حديثا، لا يعني لا يبهرها. نعم. هذه المناظر الغير طبيعيه. نعم. وال يعني المصنوعه صناعه بشريه ادميه ترتكز بالانسان الى الارض. يعني لازم نذكر بان اللقاء الاول الذي تم بين مجتمعاتنا والمجتمع الغربي كان لقاء القوه الماديه بالضعف المادي والروحي ايضا. والروحي أيضا. صحيح. يعني والروحي أيضا. نعم. نعم. نحن لم نشرف ديننا بالقدر. مع الأسف. نعم. نعم. صحيح. نعم. فهذا يعني بذر في ذهنية الأجيال بذور الشعور بالنقص، وحدث خلط بين المجتمع المتحضر والمجتمع المتطور ماديا. نعم. هذا لا. نعم. والتطور المادي حتى خلال التاريخ، لما القرآن يقص علينا قصص السابقين؟ لقد كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وكانوا يجوبون الصخرة بالوادي. حضارات. حضارات. لكن هذه التي لم يخلق مثلها. لم يخلق مثلها في البلاد. يعني القرآن لا ينكر هذا. لا لا طبعا. والقرآن لما يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا نحن نقول هذا. ما أنكرنا. يعني يمشي الإنسان إلى أوروبا يعجب بمثلا دقة مواعيد القطارات. نعم. يعجب بنظافة الشوارع. لا لا. وهذه فضيلة نذكرها فنشكر. لما لما لا نفعل مثله؟ بالضبط. هذا لأن ديننا يأمرنا بهذا ونحن مقصرين. يعني هم إذا كان هذا السلوك سلوك مجرد سلوك اجتماعي فنحن فريضة دينية. طبعا. وجمال اجتماعي. هو طبعا عربي الكارثة فينا أن القوم هؤلاء في الغرب وضعوا قوانين بشرية واحترموها، احترموا قانون. نعم. كل شبه. فانضبطت حياتهم في أوجه كثيرة بالذات في ظاهرها يعني. ونحن عندنا قانون لا يأتيه الباطل بيديه ولا من خلفه. لو طبقناه كما طبقه سلفنا الصالح. يعني نعم. نعم. هو الحقيقة الإسلامية حقيقة مؤثرة في حالة التفاعل الإيجابي معها. طبعا. فهي حقيقة رافعة. بلا شك. وحقيقة مؤثرة من سلبا كيف؟ يعني إذا كان سلوك المسلمين لا ينسجم مع الحقيقة الإسلامية فإن الحقيقة الإسلامية الصواب والأصيلة تنتقم لنفسها فيصبح واقعنا الاجتماعي واقعا مهلهلا. طبعا. وهذا دليل ليس دليلا على عدم قدرة الإسلام، ليس دليلا على عجز الفكرة الإسلامية. لا لا. وإنما يكشف خواءنا الروحي ويكشف عدم فعاليتنا.
نعم نعم هذه وعدم صدقنا فيما نحن موكلون به او يعني موكول الينا تطبيقا. نعم لان نعم. الاسلام هينشأ فيما هو ليس تنظير ايديولوجي او فكري او نعم. او تهويمات فكريه نعم. يعيشها فلاسفه نعم. في 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 قصور عاجيه نعم. او في في ابراج عاجيه. والله هذه الكلمه كثير تفيدنا كلمه الايديولوجيه. أيوة. الاسلام دين. تمام. نجد حتى في بعض الكتابات. أيوة. في بلادنا الايديولوجيه الاسلاميه. لا إيديولوجية أولا إيديو فكرة فكرة, فكرة إيديو. إنسان. والإسلام دين. ليس فكرة. الإيديولوجية تنتهي. انتهت الإيديولوجية الرأسمالية. تمام. وانتهت الإيديولوجية الشيوعية. تمام. والإسلام باقي. عظيم. لأنه مش إيديولوجية. مش إيديولوجية. فكر. الإيديولوجية نستطيع أن نؤرخ لها تاريخ ميلادها وتاريخ وفاتها. تمام. يعني الايديولوجيه الشيوعيه وتاريخ اثرها المدمر. نعم نعم. الايديولوجيه الشيوعيه انتهت يوم قام الشيوعيون انفسهم بتحطيم تمثال لينين وستالين وماركس. هذا اما الاسلام. الاسلام يعني اصالته وقدرته الخلاقه لا تخضع لا للزمان ولا للمكان. ولا ترتبط بمعتنقيه. لا ترتقى. الحمد لله. لا أي ترتبط. نعم. وإلا لا ترتبط. لأن هذه الأفكار سواء الشيوعية أو الرأسمالية أو غيرها ارتبطت بمن يعني أثروا. نعم. فكرها أو. نعم. أثروا فيها. فلما مات هؤلاء ماتت معهم. نعم. فكرتهم. هو ارتباط الإسلام بمعتنقيه في أمرين. إذا التزموا بمنهجه سعدوا. هذا ارتباط. لكنه قوي في ذاته. في ذاته. نعم. تمام. إذا تخلوا عنه ظهر آثار تخليهم. نعم. في انحطاطهم. نعم. وتحولهم إلى مسخرات. لأن الأقوى مادين يسخر. طيب. وقد يفرض إلى حين إيديولوجيته. أيوة. العربي إذن أنا أكلم الآن يعني ننزل شوية من عمر 60 و50 يعني نكلم أولادنا في سن المراهقة سن 12 و15 ودخول الجامعة 18. هذه الصورة التي يراها على الشاشة لمروجي هوليود وغيرها هذا البيت الامريكي الجميل والثلاجة الجميلة التي لم تستخدم والسيارة الجميلة التي امام الباب والولد النظيف الجالس الذي لا نراه في مجتمعاتنا ولا في مجتمعات الغير وهذه الابتسامة التي على وجه الزوجة عندما تأتي وتحتضن اولادها بهذا الحنو التمثيلي يعني هذه قشرة زائفة وليست حقيقة مجتمع. قشرة زائفة وكما قالت هذه الدراسات بيوت خالية من الأناسي. لا حول ولا قوة بالله. قم بعملية إحصائية يوميا. لا أقول في نهاية الأسبوع شيء طبيعي. لا. الإنسان يتعب يستريح. يعني أنا كنت ألاحظ لأن أيضا لأن ديننا يأمرنا بالسير ولكن ليس السير في الأرض فقط السير والنظر في العواقب. تمام. تمام. فكنت ألاحظ مثلا في بعض الأحياء أن شريحة من المجتمع نساء ورجالا كلما حل موعد العشاء أخذت سبيلها من البيت إلى 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 مكان ما تتعشى فيه أو تتغدى. لما؟ وعندما يغالبها النوم تدخل. يعني البيت عبارة عن مكان للنوم. مكان للنوم. لما؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بين أربع جدران وحده يوم ليلة اثنين كذا. البيت خالي. خالي من الأنس. من الروح. من الروح. ما في شيء. الإنسان بما يأنس. قد تعترض المؤمن ظروف مثل هذه لكنه يخلو إلى نفسه مع الله عز وجل. يذكر الله. يقرأ القرآن الكريم. يذكر. يستغفر. يسمع القرآن. يذهب إلى المسجد. أي يذهب شيء إلى المسجد. يعني في بعد آخر. نعم. في بعد آخر مفقود. نعم نعم. ومن نعم. هنا ندرك أهمية الصلة بالله عز وجل. نعم نعم. نعم. فبناتنا وأبناؤنا ينبغي أن لا تكون علاقتهم بالغرب علاقة الزبون بالمتاجر. إنما علاقة الكائن الاجتماعي الذي يوظف تصوراته في فهم الغرب والتعامل معه. هذا إلى حد الآن معظمنا معظم الناس في بلادنا
علاقتهم بالغرب علاقة المتاجر. لا نعرف من الغرب إلا متاجره، لكن هل عرفنا مثلا الجانب الآخر الذي يسهر فيه العلماء يبحثون؟ وأنا مرة كنت في معهد القومي للأبحاث العلمية، كان يوم عطلة، وفوجئت، كنت أظن أن ما فيه ناس، يخرج أستاذ كبير، لاحظت علامة التعب عليه، حييته كيف الحال، قلت له كيف يعني اليوم عطلة لا تأخذ راحة؟ قال لي اسمع يا بني، أنا منذ فترة أجري بعض التجارب ولم أتوصل إلى نتيجة، فألزمت نفسي البقاء هذا الأسبوع في مختبري. يعني هذه النماذج التي يجب أن نحتديها. الذي أما نحن ناحية أخرى، نحن عندما نذهب إلى أوروبا نذهب إلى الحي اللاتيني. الحي اللاتيني ليس هو الواجهة الحقيقية لحقيقة المجتمع. الحي اللاتيني تزويق ولافتات ومكتبات لكن يعايش الإنسان الفلاح في مزرعته، يعايش الإنسان العامل في معمله، يعايش الإنسان الناس في أطراحهم وأفراحهم، يعرف درجات السعادة ويعرف درجات الشقاء. يا سيدي فيه عنوان آخر، قصة عجوز، خلاصتها أن هذا المجتمع الأناني أصبح يهتم بمصالح اليافعين على حساب مصالح الأطفال. لا حول ولا قوة، لأن الطفل الآن مكلف. طبعا مكلف طبعا، لذلك ما أضربوا عن إيجاد الطفل. نعم أضربوا عن إيجاد الطفل، والآن فيه تشجيعات مادية لمن ينجب، ولكن الآن يعني نتيجة هذا يعني خروج المرأة من فلكها الطبيعي الفطري، يعني الآن نتيجته الشيخوخة. الشيخوخة مبكرة. نعم مبكرة. والآن مشكلة، قال الأجيال الجديدة لا تتحمل الأعباء من أجل تسديد الضمانات الاجتماعية للشيوخ. لا حول ولا قوة، نعم في ثورة. ما هو دكتور عارف، ما هو انفصل عن إنسانيته. ما بقى، فأنا مالي أنا بالكبير. نعم. يقول لك أنا مالي بالكبير. نعم. هو نعم. إحنا في الحلقة الماضية أنا قلت أن البنت لما تصل إلى 18 أبوها يطالبها بإيجار الغرفة التي تسكن فيها. صحيح صحيح. نعم. هذا موجود موجود موجود. إيه نعم. طب إذا خرب يعني أصبح كل واحد جزيرة منعزلة لا علاقة له بالآخر. نعم 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 نعم. في عنوان آخر، الحرب ضد الأطفال. عنوان آخر، أمريكا التي بلا أب. لا حول ولا قوة. نعم. عنوان ولا آخر، ولا أم. ولا أم. ولا أم. نعم. ولا أب ولا أم. علاقات تجريبية بين الأطفال في عالم هجره الآباء والأمهات. الطفية لطيف. الطفية لطيف. في مشكلة نتيجة كل هذا. العقاقير تعطى في الملاجئ للأطفال من أجل تغيير سلوكهم. نعم هذه دراسات يعني أنا نقلت ودراسات جامعية. لا يعني يعني ده من باب إيه، تجارب ولا من باب إيه؟ يعني الآن يعني صار الولد فأرة التجارب يعني. نعم نعم يعني حقوق الطفل لما الآن فيه، يعني الآن عندنا في أوروبا تقريب كل شهر فيه عيد، عيد للأم وعيد للأبي وعيد للطفل وعيد الدجاجة وعيد العنب وعيد الوردة هذه المشكلة. هذا عملية، هذا نتيجة الشعور بالذنب، الشعور بالذنب. فيعمل له عيد عشان يعمل له عيد يوم يعني نلتقي فيه كتر خير يعني. نعم. فلا لا لا حتى الآن نلاحظ ظاهرة البدانة. فيه نعم فيه هرمونات شيء آخر، لكن البدانة له علاقة يا دكتور عربي بالحالة السيكولوجية؟ لا نعم نعم البدان نعم فيه الهرمونات شيء آخر، فيه نظام الغذاء شيء آخر، لكن لا هذه تدخل في هذا الباب. يعني قالوا بدانة مفرطة وسجلوا ملايين اليافعين في أوروبا وفي أمريكا. فيه دراسة أخرى عنوانها مفارقات التقدم، حكينا على التقدم، قلنا مجتمع متقدم غير متحضر. مفرداتها وفرة مادية ملحوظة. 2 قفزات مذهلة في عالم الصحة وإطالة العمر وما إلى ذلك. في المقابل تقهقر مفزع في المعنويات. عنوان آخر، مجتمع بأكمله تحت العلاج.
يا ستار مجتمع بأكمله، كل مجتمع أعداد مريض، كل مريض، مجتمع مريض. نعم. يعني مجتمع الآن لو تتاح الفرصة لإنسان ويدخل إلى بيت من البيوت يجد أكداس من المسكنات، لا ينام إلا بمهدئ ولا لا ينام إلا بمهدئ ولا يأكل إلا بمهدئ ولا يتحرك إلا بمهدئ ولا يعاشر إلا بمهدئ. نعم هذا الإنسان يعني دكتور عربي، هذا ليس إنسان، هذا مسخ من الإنسان. لا مسخ، مسخ من الإنسانية. نعم. مسخ. نعم. مسخ. نعم. مسخ. نعم. ودراسة أخرى، ما هي مواصفات البيت الغربي؟ أولا التفكك الأسري، ثانيا الأطفال لا يرون آباءهم وأحيانا أمهاتهم إلا لماما، ثالثا انحدار العبارة نفسها فضائحي في مستوى شعور الطفل بالسعادة. هذا طفل مسكين، ما ذنبه؟ يعني طفل ما عنده سعادة، ما يشعر بالسعادة، ما هيشعر كئيب. أين أمه؟ تذكر إحدى الدارسات تقول أجرت يعني دراسة ميدانية، صراخ أمي أمي أمي، طفل عمره سنتان لم يجد في هذا الملجأ، أنا سميته مداجن، لم يجد إلا فتاة مثل عمرها 10 سنوات، هي تمسك غريق بقريق، هي بحاجة إلى الحنان والدفء، والطفل في عمره سنتان فتعاطف. النتيجة في المجتمع، وهذا سيكشف الغطاء عن أمور أخرى، الفردانية. ليست الفردية شيء طبيعي، كل إنسان عنده فرد. الفردانية، تفاقم العدائية، الروح العدائية طبعا. الرعاية لا أمومية، يعني الأطفال ترعاهم مربيات وملاجئ عامة. أصبح سلوك الأطفال نتيجة لتخلي الأم عن وظيفتها الأساسية الأمومة، أصبح السلوك يوصف بأنه سلوك إشكالي، ليس مشكل فقط، إشكالي، يعني يدفعنا إلى البحث عن العوامل وعن العلاجات وعن العقبين. أيضا القسوة على الآخر طبعا، وظاهرة عجيبة يعني ما انتبهنا لها، الطفل عندما تبدأ أسنانه تنبت يعض طبعا هكذا. قالوا لا، قال في هذه الأماكن لاحظنا ظاهرة العض، وهي مرض أخطر من مرض الحصبة. لا حول ولا قوة. نعم. أيا ما تبعش عض من غير لا لا يعض مجرد. لا لا لا. شيء طبيعي. هذا قالوا أرض عض عادي. عض عادي. أما هذا أما هذا عض. عض عدواني. مزمن معدن. يا لطف. مزمن معدن. قالوا الطفل يعض نفسه ويعض أقرانه ويعض، والنتيجة اللي استنتجها بعض الدارسين النفسانيين إن الطفل الذي يعيش في عالم عنيف أصبح في هذه السن يستخدم أسنانه مثلما يستخدم الكبار الأسلحة. هذا سلاح الوحيد. سلاح الوحيد. ده الحد الأقصى للسلاح. نعم. وفيه دراسة نتيجة لكل هذا، أولئك الأطفال غير سعداء. لا إله إلا الله. أولئك الأطفال غير سعداء. ومثال، قالوا إذا ذهبت لزيارة حديقة حيوانات وتجارب وأطلقت الحيوانات وكانت تعيش في فضاء واحد غير ما فيه فواصل، قالوا ستترافس طبعا. لما جاء بهذه الصورة؟ قال إن محلاء المؤسسات التي تسمى بالرعاية اللاأمومية أصبح أطفالنا فيها مثل الحيوانات من أجناس مختلفة تترافس من غير حواس. نعم. النتيجة لكل ذلك تبلد الحساسية الأخلاقية، فيش حس أخلاق، فيش. لذلك الآن يعني المعاشرات التي ذكرت هذه الإحصائيات تبلد الحس، وأحيانا يعني يرى الإنسان مثلا أشكال من اللباس، بعض منا لأول وهلة يظن أن ذلك استثارة للرجل، لا، ما في إحساس، الإحساس لا لا ما في إحساس حقيقة، يعني فقد الرجل إحساسه بأنه رجل، وفقدت المرأة إحساسها بأنها امرأة. وهذا تطبيق، ماذا يقول نيتشه؟ قال هذا شيء بسيط، إن ما لا يقتله يجعله أكثر قوة. يا الله، ما يهمش هذا العنف
عنف الانفصال، احتقار الطفولة، إهانتها. قال معليش إنما لا يقتل يعطيك قوة. يا الله. هذا المهم، تصير قويا أقوى من الآخر. وأيضا لاحظوا في هذه الملاجئ، مع أن العناية الظاهرية الصحية طبعا، لاحظوا تعرض الأطفال لكثير من الأمراض. كلنا نصاب بالزكام طبعا، لكن قالوا الزكام هنا مستمر. الأمراض الأذن معروفة عند الأطفال، لكن قالوا هنا تقريب يكاد يكون مزمنا. يعني أمراض ما بعد الحضارة. منذ سنة 2003 ظهرت ظاهرة جديدة. طيب. جاء جيل جديد من النساء. يا طفلة طيب. نعم. طب ننتظر على هذا الجيل الجديد لنرى كيف هذا الجيل الجديد من النساء، ولكن بعد الفاصل نكمل حوارنا الشيق هذا الشائق أيضا مع الدكتور العربي القشاط، ونحن نقارن ما بين نعمة الإسلام على المرأة المسلمة الملتزمة وبعد أختها في الإنسانية عن تعليم السماء، فشقيت وأشقت وتعبت وأتعبت. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى في أم تصنع أمة، ويشرفنا في هذه الحلقة المتميزة الدكتور العربي كشاط، عميد مسجد الدعوة في باريس، يعني صاحب الفكر النير بارك الله لنا فيه. وكان يحدثنا قبل الفاصل عن أنه ظهرت في أوروبا وفي الغرب امرأة جديدة. من هذه المرأة الجديدة؟ هذه المرأة الجديدة تنتمي إلى شريحة من النساء موظفات وثريات، عندهم غنى، لسنا فقيرات، يعني مش محتاجين وظيفة للمال، مش محتاجين. نعم. ولكن ماذا تقول هذه الشريحة الجديدة من جيل الجديد من النساء؟ هذه بعد الموجة تاع النزعة النسوانية. فيمينيسم هذا. هذا جاء يعني استنفد أغراضه. فيمينيسم بالفرنسية. بالفرنسية نعم. فماذا تقول هذه الشريحة؟ نفضل البقاء في المنزل صحبة أطفالنا. سبحان الله. نعم. يعني أوبة إلى ما بقي من فطرة. نعم نعم نعم. نعم. ماذا كان رد فعل المجتمع عليهم؟ أطلق على هذه الميول الجديدة. أيوة. الفطرية. أيوة. ثورة اختيار عدم المشاركة. يا الله. يعني المرأة رفضت المشاركة ولا تريد أن تشارك في المجتمع. يعني ليش؟ لأن المرأة التي التي تهتم بأطفالها تعتبر غير منتجة. ده في عرفه. في عرفهم. نعم. بل هي تنتج الرجال الذين ينتجون. لذلك قالوا ثورة اختيار عدم المشاركة. وتواصل هذه الشريحة من السيدات، نريد الاستمتاع برفقة أولادنا. لا إله إلا الله. نعم. لا إله. وفي 2004 نشرت مجلة تايم عنوان تحت عنوان جيل جديد من النساء. تقول قضية البقاء في المنزل، وعبرت عنها دراسة مهمة، يعني البقاء في المنزل ما الذي دفع إليه؟ الانسحاب من سباق الجرذان. لا إله إلا الله. ما معنى سباق الجرذان؟ أيوة. يعني المرأة ملت هذا المجتمع الذي يتنافس فيه رفاق العمل تنافسا عنيفا زي الجرذان بالسباق على طبعا. قال نريد نريد الانسحاب من هذا المجتمع الذي نتسابق فيه تسابق الجرذان. نريد العودة إلى البيت. لا إله إلا الله. تقول سيدة كانت من المتشددات وأكثر النساء حماسا في الدعوة إلى ترك الأطفال في المؤسسات التي ترعاهم. تقول رجعت في يوم من الأيام متأخرة من العمل. وصلت مهسترة، يعني أصبت بالهستيريا. ليش؟
لأن قلقا اعتراني بسبب تجاوز حد الأمان العاطفي لرضيعتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظللت يوما كاملا وأحسست بتوتر شديد، وهذا التوتر هذا بصريح عبارتها، يعني تقول ذلك عقاب إلهي عاقبني الله لأنني غبت عن رضيعتي. سبحان الله. وكأنها شعرت بفطرتها. نعم. أن المسؤولية أصبحت هي خارج. نعم. المسؤولية. هذا منطق الفطرة. قصرت في مسؤوليتها. قصرت في مسؤوليتها. نعم. واليوم الذي قضته في الشغل والنشاط والإدارة لم يملأ فراغها العاطفي. لا إله إلا الله. لأن الوظيفة المقدسة للمرأة هي الأمومة. تقدم وعندنا كما تفضلت في حلقاتك الجميلة المفيدة يعني رسل الله أمهاتهم الصالحون. من أمهاتهم؟ العلماء. كثير من علمائنا تتلمذ على سيدات. فتقول وصلت إلى البيت واختطفت رضيعتي من ذراعي المربية وغبت في احتضان لا يوصف لابنتي. والتعليق: إذا كانت هذه المرأة الراشدة شعرت هذا الشعور، فما بال الأطفال الذين لا يعبرون عما يشعرون به من ولكن يختزنونها فتشوه الصورة. وهنا وهنا يصبحون عرضة للكبت. هذا نعم. ولذلك دكتور تفضلوا. ولذلك قضية المرأة العامل عمل ودراسة علمية. انظر يا سيدي الى المبهورين والمبهورات. نعم. بقضية عمل المرأة. تؤكد هذه الدراسات ان دخل المرأة من العمل الوظيفي لا يشكل سوى 15% من دخل الاسرة. وان معظم راتب المرأة العاملة يتم انفاقه في وسائل المواصلات واستهلاك الملابس والاحذية. لانها تخرج كل يوم. نعم. اختها جالسة في البيت معززة مكرمة. طيب. في بلد مثل فرنسا، يعني رجعنا لبلدك يا دكتور عربي او بالاقامه، داخل البيوت عمل ان ساعات عمل المراه في فرنسا بلغت 45 مليار ساعه في السنه، في حين لم تتعدى عدد ساعات العمل للقوى العامله من الجنسين خارج المنزل 44 مليار ساعه. نخلص من هذا ان ربة المنزل تعمل اكثر من نظيرتها التي تعمل خارج البيت. نعم. يعني اذا وبعدين القضيه في الايه في الدخل. نعم. يعني القضيه تشير احدى الدراسات التي اجريت في امريكا الى ان ما يحققه العمل المنزلي للمراه من عائد يمثل حوالي ثلث الناتج القومي اذا قيم باسعار السوق. المراه. نعم. المنزليه التي يقال في نعم. هويه عمل لا تعمل. نعم. يعني ثلث. سبحان الله. والانتاج المنزلي الذي تقوم به الزوجة الامريكية يمثل حوالي 60% من الدخل النقدي للأسرة. ونحن مدعوون رجالا ونساء للعمل كل لما يسر له. نعم. هذا كلام. نعم. هذا كلام. نعم. يعني اذا القضية وطبعا وفي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة عمل الاحصائية وجد ان المرأة الريفية اكثر انتاجا. سبحان الله. نعم. هذه طبيعة توازن الكون. توازن. نعم. نحن نريد ان يعني الناس. نعم. بدل التوازن يعني جعلوا من مفردات الخلق. نعم. تضاد. للأسف. تضاد والطاقات يأكل بعضها بعضا. طيب. بس يعني دكتور عربي انت رسمت لنا صورة يعني هي كئيبة الحقيقة عن المرأة الغربية وانها تعاني وتشقى وتشقي. يعني هل يعني لبعد المجتمع كله ام ان كان من الواجب المرأة لبقية من فطرة كما تتريث في عدم الاندماج في هذا اللهاث الغريب والعجيب؟ فالحقيقة قال احد علماء النفس الكبار من الفرنسيين يعني منذ سنوات أصدر دراسة كثير مهمة كيف نفهم المرأة. يقول إن لا شك أن المرأة الأوروبية كافحت من أجل أخذ حقوقها. جميل. كانت مظلومة بلا شك العهد الكنسي. طبعا. الاستغلال والنظر إليها أنها هي صاحبة. نعم. الخطيئة وصاحبة إخراج آدم من الجنة. نعم. صحيح. نعم. فخرجت من البيت
لتثبت وجودها. لكن يقول إن خطأ المرأة التي خرجت من البيت لتثبت وجودها لم يكن نصب عينيها إلا الرجل، فاسترجلت. طبعا استرجلت، يعني لو أوجدت، لو إن المجتمع كان عاقلا وإنسانيا لهيئ الظروف لتنمية الشخصية الأنثوية والشخصية الرجل. طبعا. لكن هي كان الرجل نصب عينيها، إن لم تتذأب أكلتك الذئاب. أكلتها الذئاب فعلا. نعم. أكلتها الذئاب. نعم. إن لم تسترجل يعني ضاعت في الطريق. نعم. تاهت. فالمرأة يعني ضحية المسخ الإنساني. ولكن الحمد لله عاطفة المرأة أكثر من عاطفة الرجل، فهي الآن أكثر إحساسا بمخاطر هذا التوجه، مرحلة ما بعد الحضارة، مرحلة ما بعد الحضارة وما بعد الإنسان وما بعد الحرية. يعني لعل عودة البشرية إلى الخط السليم لما خلقت له قد يأتي من المرأة. يا أكيد. أنا ألاحظ مثلا، هذه ملاحظة خاصة، مثلا في السبعينيات في فرنسا، يعني كنت ألاحظ انهماك يعني الفتيان ذكورا وإناثا في العلاقات غير اللائقة. السنوات الأخيرة بدأت ألاحظ نوعا من الاستقامة السلوكية. سبحان الله. فعلا الاستقامة النسبية. النسبية. أمور نسبية. لكن بالنسبة للوضع الفوضى التي كان موجودة هي أكيد الاستقامة. هذه ملاحظات شخصية، قد يقول أحد الأشخاص هذه ليست موضوعية. فيه دراسات. فيه دراسات. أنا أهتم بهذا الجانب. فيه دراسات يعني يجرى استجواب بعض الفتيات والفتيان مثلا. استبيان كذا. استبيان. نعم. استبيان. فإجابة الفتيات عجيبة. فيه نسبة تزداد يوما بعد يوم، تقول أنا رغبتي الوحيدة أن أنهي دراستي وأنشئ بيتا. بينما في السبعينيات والثمانينيات كانت الرغبة قضاء حاجة، اليوم خمر وغدا أمر. أما اليوم، وهذا الشيء احنا نفرح، هذا كان اليوم خمر وغدا خمر، وغدا خمر. نعم. ما كان عنده أفضل. ما كان. يعني ونحن نصر بهذا. لماذا؟ لأن ديننا يغرس فينا قيم الثقة بالفطرة البشرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والعلم المنفي هنا يتقاضانا أن نعلم ما يعود بالفطرة إلى الصواب. هذا إذن المرأة ينبغي أن نحيي شعورها هذا، وكما تفضلت لعلها تكون سببا في الأوبة، في عودة الإنسان إلى إنسانيته لبشرية. فيقول هذا النفساني إن للمرأة عدوين، شريحة من النساء نفسها، والرجل المخادع الذي لا يريد من وراء هذا، لا أقوله أنا، هم يقولون، لا نتهم بأننا متزمتون. هذا رجل من علماء فرنسا الكبار في ميدان علم النفس، ورجل ميداني ومفكر. يقول النوع الأول، يقول إيته المرأة المغرورة، هذه عباراته هذه، وأنا في مرة قادمة إذا يسر الله وشاء المستمعون آتي بالنصوص. جميل جميل. فيقول لها إن عدوك نوع من النساء، وعدوك رجل لا يريد من وراء إخراجك من محيطك وفلكك الطبيعي إلا الاستثراء، إلا تنمية ثروته وقضاء مآربه. لا حول ولا قوة. فبدأت المرأة تشعر. كانت سيدة في باريس من السيدات البرجوازيات والراقيات ثقافة، وكانت من رائدات هذا الاتجاه النسواني. كتبت كتابا صغيرا لكن يكفي عنوانه. أنا أملك هذا الكتاب، عنوانه وكتيب بسيط ممكن 100 صفحة. عنوانه يلفت النظر. أريد أن أعود إلى البيت. لا إله إلا الله. أريد أن أعود إلى البيت، عنوان صدر أظن في نهاية السبعينيات.
أنا حضرت لها محاضرة وهي امرأة فاضلة ومثقفة. بعد المحاضرة وقع نقاش، أنا قلت لها استمتعت بقراءة كتابك، ولكنك إذا سمحت لي، أنت شخصت الوضع ولم تهتدي، وهذا جهد المقل، إلى المخرج. قالت لي نعم أنا هذا. قلت لها إذا سمحت لي إكراما لما تفضلت به، أنا أقول لك واصلي البحث وستجدين المخرج، وهذا ليس تشنج مني، لا تجدينه في محيطك الثقافي بل تجدينه في الإسلام. قالت لي كيف؟ وجرى حوار هامشي بيننا، وكانت في منتهى الذوق والأدب، وقالت يعني أتمنى، وسئلت وأثارت ضجة كبيرة في الإعلام تلفزيون، وانتقدوها ودافعت عن، قالت أنا لم أستمتع برؤية ولدي أولادي يكبرون، والآن لا أريد أن أحرم من رؤية أحفادي يكبرون. يا سبحان الله، هكذا بصريح العبارة، تعوض الأمومة في الأحفاد. فاتني أستدرك، أريد أن أستمتع بالأحفاد والبيت قال ربنا بنينا وحفدة. نعم نعم، بنينا في بيت واحد. نعم نعم، بيت واحد. نعم يا سيدي، مرة كانت سيدة وزيرة فدعتني وذهبت إلى مقر عملها في الوزارة، فبدأنا نتحدث، وعادة الوزير يشير إلى الخادم يأتي بالقهوة. نعم. فقالت لي أنا أريد أن تأذن لي بأن أحضر أنا القهوة بنفسي. قلت كيف أنا ما كان؟ لا، قالت لي يعني أنا أشعر ب السعادة عندما أقوم بما أراه ممتعا لي من الأعمال المنزلية. هذه الفطرة، سبحان الله. هذا لا طبعا لا يعني هذه أمثلة طبعاً 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 أمثلة وراءها ما, 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 ما وراءها. نعم. فيعني نحن نسعد عندما نرى الشعور، شعور المرأة أو شريحة من المجتمع النسوي الآن يؤوب إلى الفطرة، يؤوب إلى الفطرة. بلا شك، بلا شك. والمسلمون واجبنا نحن المسلمين وأخواتنا خاصة اللائي يقيمن هناك وصرنا مواطنات ولله الحمد في نماذج راقية. بلا شك، يعني يظهرن عظمة الإسلام ورحمة كثير الإسلام. من أخواتنا بفضل ما يتمتعن به من أخلاق وثقافة أثرنا في المجتمع الجديد. وتحكي لي بعض السيدات الفرنسيات أن صديقاتها المسلمات يتجاوز عددهن صديقاتها الغربيات. سبحان الله، هكذا. نعم، يعني بدأت تألف إلى فعلاً المسلمة الفرنسية عن الفرنسية غير المسلمة. نعم، لعدة أسباب، للحنان، للرحمة، للصدق، للكرم. وهذا يعني هذه نقطة إيجابية نسجلها لوجود المسلمين في بلاد أوروبا. ونحن من خلال حديثنا حول وضع المرأة في بلادنا أو في الغرب، لا نريد إلا أن نبحث عن سبل التكامل في الغرب والوصول بالبشرية دكتور عربي إلى بر الأمان. نعم، حقيقة الأمر يعني الحوار أخذنا، ولكن المخرج يشير إلينا فأن عقارب الساعة قد أنهت الحلقة للأسف، ولكن إن شاء الله تعطينا وعد للمشاهدين ويعني أن نواصل هذا الحوار الثري في هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله بعد إذنكم. يعني إن شاء الله أشكرك يا دكتور عمر على هذه الفرصة التي تتيحها وعلى هذه الوجهة التي رسمتها لندواتك المفيدة الهادفة المباركة. أكرمك الله وجزاك الله. أكرمك وشكر الله لك. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، بالنيابة عنكم أشكر أخي الكريم دكتور عربي كشاط حيث أثرى حوارنا وأثرى حلقتنا وأثرى مجلسنا وأثرى أسماعنا، ويعني أضاء أمامنا يعني بضوء كاشف وبكلمات واضحة الصورة الحقيقية لما يعيشه الإنسان عندما يبتعد عن تعاليم رب السماء والأرض سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله لنشرف سويا أو نشرف جميعا
بوجود الدكتور عربي خشاط معنا. وإلى أن نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. شكر الله لكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.